اوكي. انا مها الاطرش، صحفيه بوكاله الانباء السوريه سانا، من 11 عام اعمل بمجال التغطيات الميدانيه. اختصيت بملف المغتربين اللي هو التركيز على السوري الموجود خارج البلد باتجاه، رح نحكي هلا عن هي طبيعه هذا العمل والرساله اللي بيحمله. بدي اقول انه لما عرفت عن حالي، خليني اقول مين انا اكثر. انا مها الاطرش، من كنيتي انا حفيده سلطان باشا الاطرش اللي هو قائد الثوره السوريه الكبرى. وهذا الشيء بيحمل كثير، لانه اقول ليه انا بحب سوريا. فجذور صله بهي الارض، بتاريخ هي الارض، عائلتي اللي حملتني كمان أمانة كبيرة، وبخلينا كلنا نحمل رسالة لنأديها ونحملها للأجيال القادمة. ليه بحب سوريا؟ سوريا موسيقى. أنا بس اسمع كلمة سوريا، يعني عن جد ما فيني أقول، ولا أي لغة ممكن تسعفني بإني أقول شو يعني سوريا. بالنسبة لي وجود، عزة، كرامة، يكفي انه ما بدي اقول علمتنا وربتنا وعيشتنا كبلد وهذا الشيء الطبيعي، لا، يكفي اني اقول اني انا كمرأة موجودة بهذا البلد، موجودة بعزتي بكرامتي، قادرة اني اكون فاعلة وين ما وجدت، ببيتي، بالسوق، بوظيفتي، قادرة اني اقول كلمتي، حقوقي مصانة بهذا البلد، فهذا يكفي اني اعتز بهي الهوية. بالنسبة لسوريات، خليني اقول عن عملي كتواصلي مع المغتربين السوريين، كان بيحمل عدة اتجاهات، او خلينا نقول هني اتجاهين، بهدف تعريف ابناء الوطن بانجازات السوريين وتميز السوريين بالخارج، هي من ناحية. من ناحية تانية، إيصال تميز السوريين اللي قدروا يحققوا بصمة وين ما وجدوا بالعالم، يحققوا تميز، إنجاز، نجاح بكل مجالات اللي نوجدوا فيها، إيصال هاي الصورة للرأي العام العالمي إنه السوري بالنهاية هو مصدر للحضارة، وما إنه العكس مثل ما حاول الإعلام الغربي إنه يزيف أو يوجه. نقطة مهمة كتير كانت ضمن الرسالة بهذا العمل، اللي هي المرأة السورية بالمغترب. المرأة السورية هي هدف أساسي بعودة أبناء المغترب للوطن، لأنها هي متخذ قرار، وهي قرار بحد ذاته، هي رابط بيلم الأسرة وبيجمعها، وبيجمع الأسرة أو السوريين اللي موجودين بالغربة بيجمعهم بالوطن كمان. هي لغة، هي تربية، لهيك كان التركيز على المرأة السورية كمان الموجودة بالمغترب. وفيني أقول من الأشياء المحببة لقلبي اللي هو العنوان اللي بيحمل السورية فلاني الفلاني، مثلا منجزة في كذا أو قالت كذا، فكلمة السورية لها وقع خاص عندي. Thank you. Hi.